وللحديث عن آخر تطورات في فلسطين على كافة الأصعدة، خصوصا الانتهاكات والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في رفح، ينضم إلينا عبر سكايب من جنين الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني عدنان الصباح. حياكم الله أستاذ عدنان. حياك الله والمشاهدين الكرام. حياك الله. ومن أمستردام الأستاذ ماهر حجازي المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية. حياكم الله أستاذ ماهر. حياك الله وسهلا. حياكم الله. لعلي أبدأ معك أستاذ عدنان، يعني بعد 237 يوما على بدء هذا العدوان، كيف تصف ما يمر به الاحتلال اليوم؟ أعتقد أن نحن كلنا دائما أننا قد لا نكون نعرف المنتصر في نهاية هذه المقتلة وهذه الجريمة، ولكننا بالتأكيد نعرف المهزوم. فمنذ 7 أكتوبر وهذا العدو يواصل حالة الهزيمة والتخبط والفوضى وعدم القدرة على رؤية ما بين يعني أبعد من أنفه، لأن الحقيقة أن الذي يجري على أرض غزة هي فقط المقتلة، فلا رؤية ولا برنامج ولا هدف ولا خطة. وهذا ما يقوله ليس نحن فقط، وهذا ما يقوله سيد المقتلة الحقيقي بايدن والولايات المتحدة، وهذا ما يقوله أركان المؤسسة الصهيونية العسكرية وقادة الجيش الحاليين والسابقين وأعضاء وجهات مهمة في الحكومة والمعارضة الصهيونية، الذين يسألون نفس السؤال: إلى أين أنتم ذاهبين؟ وماذا تريدون؟ وأية أهداف تتحدثون عنها؟ وأعتقد حين يقول أيزنكوت، وهو عضو الآن وزير في غرفة الحرب وهو رئيس هيئة الأركان السابق قبل هليفي، حين يقول أن هذه الأهداف مستحيلة وغير واردة، مجرد وهم. نعم. وبالتالي هذه الصورة التي يعيشها العالم اليوم، وأقول يعيشها العالم لأنني أعتبر أن المقتلة التي تجري بالدم على أرض غزة هذه مقتلة تجري بالأخلاق، مقتلة تجري للقيم، مقتلة تجري للحضارة الإنسانية والحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وتوابعها ومواثيق روما وتوابعها وشرعة حقوق الإنسان. كل هذا الآن يجري اغتياله، يجري إعدامه بدم الفلسطينيين. لأن الحقيقة أن العالم الذي يتفرج والذي اختزل تاريخ الشعب الفلسطيني، هذه المقتلة لم تبدأ اليوم، هذه المقتلة بدأها بلفورد في 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 وعده المشؤوم. هذه المقتلة بدأها تشرشل حين قال إن في 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 شهادة أمام اللجنة المحققة في الأوضاع في فلسطين، حين قال في كشاهد أمام اللجنة حين كان وزيرا للمستعمرات، قال إن بقاء الكلب في المعلف مدة طويلة لا يعني أنه يملكه. هذا كان يقصد نحن، كان يقصدنا نحن، أننا لسنا أهل هذه الأرض ولو كنا فيها فترة طويلة. هذا الذي حرض الاحتلال وحرض الصهاينة. المؤسسة الصهيونية العالمية هي التي ترتكب الجريمة الآن بحق البشرية. صحيح أن الذي يدفع الثمن المباشر هو الشعب الفلسطيني والغزيين تحديدا بدمهم، ولكن العالم يرى أنه يذبح كمنظومة أممية، يذبح كمنظومة إنسانية. وهم الآن لا يتحدثون عنا فقط إذا أراد العالم أن يرى الحقيقة، ليسمع الأزعر الفاشي بن غفير الذي يقول ما يهمنا هو ما يفعله اليهود لا ما يقوله الأغيار. طيب. وكلمة الأغيار في عرفهم وفي المعنى اللغوي تعني العبيد، عبيد اليهود، لأنهم يعتقدون، هؤلاء الطوراتيين النازيين الفاشيين يعتقدون أن كل ما هو غير يهودي فهو من الأغيار، وكل الأغيار خلقوا، أن الله سبحانه وتعالى خلقنا جميعا لنكون عبيدا له. طيب هذه أستاذ هكذا يرون بايدن،
كما طيب يرون. استاذ ماهر اسمح لي، عفوا اسمح لي ان انتقل للسؤال هنا الى الاستاذ ماهر. استاذ ماهر، بتحليلك وبرايك ما الذي يزعج هذا الكيان اكثر الان؟ يعني تعلم تماما انه في الايام والاسابيع الاخيره حصل اكثر من حدث لربما ازعج هذا الكيان وهدده في صميمه. لعل أبرز ما حدث هو اعتراف عدد من الدول بالدول الأوروبية بدولة فلسطين، وهناك دول أخرى تتحضر لمثل هذه الخطوة. هناك عملية أسر أعلن عنها المتحدث باسم الكتائب الفلسطينية وبكتائب عز الدين القسام، وأيضا يعني هناك لربما تململ داخلي من هذا الفشل الصهيوني. ما الذي يزعج هذا الكيان أكثر في هذا اليوم؟ بداية تحية لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. يعني حقيقة هذا الاحتلال الإسرائيلي وحكومة نتنياهو الإرهابية تعيش حالة من التخبط السياسي، سواء كان على المستوى الداخلي الإسرائيلي، تفاقم الأزمة السياسية الداخلية. اليوم هناك حديث عن بن غانتس طرح مشروع لحل الكنيست والدعوة لانتخابات إسرائيلية مبكرة، وأيضا هناك ايضا حديث عن تحالف يعني بعض الاحزاب الاسرائيليه ومع المعارضه يائير لبيد، ويعني يتحدثون عن السعي للاطاحه ببنيامين نتنياهو، وكذلك ايضا الازمه التي يعانيها الاحتلال الاسرائيلي، الازمه العسكريه والخسائر التي يتكبدها في الحمله البريه في رفح، في جباليا وفي معظم مناطق قطاع غزه. ايضا اكثر ما يعني يسيء الاحتلال الاسرائيلي كما تحدثت انه هناك تصاعد للعزلة الدولية والرفض لهذا العدوان. هناك مشروع قرار جديد تقدمه الجزائر في مجلس الأمن لوقف عدوان على رفح. أيضا هناك يعني الاعتراف الثلاثي يعني إيرلندا وإسبانيا وكذلك النرويج اعتراف بدولة فلسطينية، واليوم أيضا أعلنت سلوفينيا أيضا اعتراف جديد، وبالتالي نتحدث عن حراك في بعد دولي أوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا أيضا يعني يزيد من أزمة الاحتلال الإسرائيلي على الصعيد الدولي. أيضا يفاقم هذه الأزمة التي يعيشها الاحتلال الإسرائيلي على الصعيد الدولي ما صدر عن محكمة العدل الدولية من قرار يجبر الاحتلال الإسرائيلي، وهو قرار ملزم بوقف عدوانه على رفح. وأيضا جاء بعد ذلك ارتكب الاحتلال الإسرائيلي يعني نتيجة هذه الأزمة التي يعيش الاحتلال سياسيا وعسكريا وهذا التخبط، ارتكب ثلاث مجازر مروعة حقيقة بحق أبناء شعبنا في الخيام النازحين في مدينة رفح. وبالتالي هو يعني هذا الاحتلال يعيش أزمة، وتتزايد العزلة الدولية، في أيضا تتصاعد الحركات الفعاليات والشعبية الدولية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني والرافضة لجرائم الإبادة وحرب الإبادة التي يشنها هذا الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي أزمة هذا الاحتلال بعد 8 أشهر من هذا العدوان لم يحقق أي إنجاز عسكري ولا حتى سياسي، فقط هو قد يستهدف أبناء شعبنا ومقدرات شعبنا ويستهدف الأطفال والنساء وتدمير كل أشكال الحياة داخل قطاع غزة، في حين تتعمق أزمته السياسية الداخلية وتشهد حركات أيضا فيما يتعلق بعائلات الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة التي تتصاعد وتطالب وقف هذا الاحتلال يعني بإنهاء حكومة بنيامين نتنياهو. وبالتالي هذا هو المشهد الذي يعيشه الاحتلال الإسرائيلي حقيقة اليوم بعد 8 أشهر من العدوان. هو يعيش أزمة سياسية متفاقمة، عزلة دولية تتفاقم أيضا يعني باعتراف بالدولة الفلسطينية ورفض هذا الاحتلال وهذا العدوان السيئ على شعبنا داخل قطاع غزة. نعم، ولكن أستاذ عدنان، يعني تبدو أمريكا غير مقتنعة وغير مكترثة حتى الآن بهذه العزلة الدولية ضد هذا الكيان. السؤال هنا، هل تنفع قوة أمريكا الدبلوماسية وهذا الحراك السياسي لربما والدولي لإنقاذ ما يعني فعلته ربيبتها إسرائيل؟ يعني حقيقة لا أعلم من هو ربيب الآخر، هل إسرائيل ربيبة أمريكا أم أمريكا ربيبة إسرائيل؟ هل تكفي هذه الجهود يعني للتغطية على جرائم نتنياهو من قبل الأمريكان؟ من هو ربيب الآخر؟ أنا أقول لك، وهذا رأيي، أن هذا الكيان هو فقط ليس أكثر من قاتل مأجور صغير للولايات المتحدة، وأن المهزوم الأول والمجرم الأول والقاتل الأول وصاحب المقتل الأول هي الولايات المتحدة. لربما هذا ما يفسر تمسك أمريكا بالدعم اللامتناهي لهذا الكيان.
الذي المهزوم حماس كتائب القسام لم تهزم دولة الاحتلال فقط، لم تهزم القاتل المأجور، صدقني هي هزمت منذ اللحظة الأولى مشروع الولايات المتحدة والولايات المتحدة. ولذلك لاحظ أن بايدن كلب مسعور أكثر من نتنياهو، رغم بعض الكلمات الجميلة هنا وهناك، ولكن حين نصل إلى المسائل الحساسة والحسم يتحدث وقف القتال، وقف إطلاق النار، لا يتحدث عن وقف المقتلة، وقف إطلاق النار شرط إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. الرهائن. هذا ما يتكلم عندما يجب أن يكون. وحين صدرت أصدرت محكمة العدل الدولية جن جنونه، والقاضي رئيس والنائب العام لمحكمة الجنايات الدولية جن جنونه، وبدأوا يريدون أن يفرضوا عقوبات وكذا. هؤلاء المشكلة الوحيدة أمامهم ليست أن بعض الدول، مع احترامنا طبعا للدول التي اعترفت وتقديرنا لهذا العمل والإجراء، ولكن هذا لا يعني أحد، لا يعني الولايات المتحدة ولا يعني دولة الاحتلال، ويعلمون جيدا أنهم يستطيعون التعامل مع هؤلاء فيما بعد. هذا أولا. ثانيا لاحظ أن كل هذه الدول المحترمة أيضا، لأنه ليس أمامنا خيار إلا أن نحترم خطواتها في كل قول، ولكن هذا لا يعني أننا نقف موقفا عدائيا لدولة الاحتلال، هذا لا يعني أنه المقصود فيها دولة الاحتلال، هذا إيش أنتم مش مسيحيين، من إيش خجلانين، من إيش خايفين؟ ولربما أكثر من ذلك، يعني أحد السياسيين لربما السيناتور أمريكي هدد بمحاسبة محكمة العدل الدولية لأنها تجرأت على يعني انتقاد لربما هذا الكيان، وقال بأنها أي المحكمة هي مجرد مزحة. مشكلة دول القاتل المأجور وسيده عنده مشكلة واحدة، ألا باقي الأشياء أكيد مشاكل يعني، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في أنهم غير قادرين حتى اللحظة على أن يصدقوا أن الذي يقاتلهم هي كتائب القسام وسرايا القدس والفصائل المقاومة، غير قادرين أن يصدقهم، أن يصدقوا 8 شهور الهزيمة والهزيمة والفشل الذريع الذي منوا به يوم 7 أكتوبر احتملوه، قد يكونوا احتملوه وسيجدون له تبريرا، أن كنا نايمين ورئيس الوزراء ما دريش والمعارضة دري، يعني بحققوا بيكتشفوا بحلوا المشكلة. طب حل لي مشكلة أنه 8 شهور هؤلاء الأبطال، أبطال الحفايات وأبطال الحافيين، حفاة ماسكين جيش الاحتلال زي ثور الساقي بلفوا بيه بغزة، وبلف وبدور ومش عارف يطلع بنتيجة، لا طالع بنتيجة بجباليا، ولا طالع بنتيجة بنصيرات، ولا بالمواصي، ولا بغزة، ولا ببيت حنون، ولا ببيت لاهيا، ولا برفح، ولا بخان يونس، ولا كل يوم بروحوا على بلد بيرجعوا عليه محل مكانه مرة ثانية. مطرحك مكانك سر، لا إنجاز على الإطلاق، بل بالعكس كل يوم يحصلون على خسائر جديدة، مفاجآت جديدة، كمائن جديدة، أسرى جدد، إصابات جديدة، إبداعات مقاومة يكاد العقل البشري لا يصدقها. ولذلك أنت اليوم دعنا نسأل، أنا أقرأ وأتابع كثيرين من الناس العاديين والمراقبين، والله أقرأ لبعض الناس يقولون أنا لا أصدق أن هؤلاء يعني هم أبطال بشريين وأن الله سبحانه وتعالى يقاتل معهم، لأنه هذا غير معقول اللي بيجرى على الأرض. هذا الذي يقلق بايدن، لأن الذي يخيف بايدن أنه الآن بات بيت الولايات المتحدة من قزاز، يعني سهل كسره، هذا القاتل المأجور صاحب الجيش الذي لا يقهر خلص بطل، أي حدا اليوم جاي على باله ينط بيقدر ينط يعني سابق. طيب وبالتالي المقاومة فعلت أنها فتحت البوابات كلها في وجه من يريد أن يقف في وجه الولايات المتحدة. طيب بناء على ما تفضل به الأستاذ عدنان، أستاذ ماهر، هل تعتقد أن الولايات المتحدة يعني قررت أنه حان الوقت لاستبدال نتنياهو لربما لإنقاذ هذا الكيان من التفسخ، أم أنها لا زالت متمسكة به رغم الخلافات السطحية إن صح التعبير؟
حقيقة منذ بداية هذا العدوان على شعبنا قبل 8 أشهر وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، كنا نتوقع ونتحدث أن الإدارة الأمريكية هي مجرد شريك لهذا الاحتلال الإسرائيلي، توفر له الغطاء السياسي وتدافع عنه في مجلس الأمن، وأيضا توفر له المساعدات العسكرية والقنابل اللي يستخدمها ضد أبناء شعبنا. لكن اليوم من الواضح أن الإدارة الأمريكية هي التي تقتل الشعب الفلسطيني، وهي إدارة بايدن هي التي تمارس بشكل مباشر حرب الإبادة وجرائم الإبادة بحق شعبنا داخل قطاع غزة. اليوم إدارة بايدن تستخدم حق النقض الفيتو في مجلس الأمن للدفاع عن أمريكا وليس للدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، وبالتالي حقيقة اليوم لا نلمس أي جدية من إدارة بايدن فيما يتعلق بإنهاء هذا العدوان على شعبنا ضد يعني على شعبنا داخل قطاع غزة، وإنهاء هذا العدوان وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي. اليوم إدارة أمريكية شريكة وهي التي تمارس صراحة القتل والإبادة بحق شعبنا داخل قطاع غزة، ورغم ما يشاع في الإعلام من تناقضات وبين إدارة بايدن وحكومة بنيامين نتنياهو أو نتنياهو بشكل شخصي، لا أعتقد أن هذا التناقض سيقود إلى إنهاء الحرب. وأيضا يعني ونستدل ذلك من خلال العملية البرية والتي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح عندما قصف مخيم النازحين بقنابل، اعترفت الإدارة الأمريكية بأنها زودت الاحتلال الإسرائيلي بهذه القنابل التي استخدمها الاحتلال يعني في عفوا أستاذ ماهر، يعني ما الذي يجعل الولايات المتحدة متمسكة ببنيامين نتنياهو لربما حفظ وتأمين أمنها القومي للولايات المتحدة؟ يعني لا شك اليوم الإدارة الأمريكية هي حريصة ليس فقط على بنيامين نتنياهو، وإنما هي حريصة على الاحتلال الإسرائيلي، أن يبقى الاحتلال الإسرائيلي بأمان الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي ما جرى في 7 أكتوبر من يعني هزيمة عسكرية وأمنية واستراتيجية للاحتلال الإسرائيلي هو أدركت المخاطر بها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي حريصة على توفير الأمن والسلاح والذخيرة وأن تحافظ على الكيان الإسرائيلي، وهي تحارب ليس فقط على الجبهة، يعني تزود هذا الاحتلال بالسلاح وتحارب إدارة بايدن يعني وتتصدى لكل التحركات الدولية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، بل أيضا تتصدى للقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية وترفض ما صدر من قرارات من محكمة العدل الدولية تطالب الاحتلال بوقف عدوانه على مدينة رفح، وبالتالي الإدارة الأمريكية تتصدى لكل من يعادي الاحتلال الإسرائيلي حتى في مجلس الأمن. يعني نتحدث عن قرار أو مشروع قرار جديد تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن، من الواضح أن الإدارة الأمريكية ستستخدم حق النقد الفيتو لأنها اعترضت على هذا المشروع وصرته أنه مشروع غير متوازن، وبالتالي من الواضح أن إدارة بايدن حريصة على الحفاظ على الاحتلال الإسرائيلي وحريصة على بنيامين نتنياهو، وبالتالي هي معنية بالدرجة الأولى اليوم ان يبقى هذا الاحتلال الاسرائيلي، وربما الحديث عن موضوع الصفقه هو فقط في اطار الافراج عن المحتجزين، وبالتالي الاداره الامريكيه تتوافق مع الاحتلال الاسرائيلي في انهاء المقاومه الفلسطينيه داخل قطاع غزه، وهذا هو دور الاداره الامريكيه. وايضا تصريحات كيربي في الايام الاخيره عن مزاد رفح، يعني الاداره الامريكيه كانت تحذر الاحتلال الاسرائيلي بانها ترفض اي عمليه بريه في رفح، ولكن عندما قصف الاحتلال الاسرائيلي وارتكب 3 مجازر بحق المدنيين في منطقة رفح، بدأ يعني تصريحات جون كيربي كانت معكوسة تماما، هو برر الاحتلال الإسرائيلي ويعني لم يقدم أي يعني لم يدن هذه المجزرة التي قام بالاحتلال الإسرائيلي في رفح. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفي من أمستردام عبر سكايب المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية الأستاذ ماهر حجازي، كما أشكر أيضا ضيفي من جنين عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عدنان الصباح، حياكم الله وشكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين.